وللمزيد حول تنامي قوة الميليشيات المؤلية لإيران في العراق وتهديدها للمصالح الأمريكية وتوقعات الرد الأمريكي عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك معنا عميد خليل. حياك الله وحياك أخي الكريم. أهلا بك عميد خليل. بداية، يرى المراقبون أن مخاوف أمريكا مشروعة من استخدام الميليشيات التابعة لإيران في العراق المسيرات الملغمة في هجماتها على المصالح الأمريكية. من أين تتحصل الميليشيات على هذه الأسلحة المتطورة، وما هو الهدف الرئيس من تقوية هذه الميليشيات على حساب الدولة العراقية؟ أخي، بداية يجب أن نعرف هنالك ثابت وضع في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية البايدنية بخصوص العراق، هو إبقاء العراق خارج حالة الاستقرار الأمني. ووفق هذه الاستراتيجية وضعت الخطط وبتخاذل إيراني واضح لدعم الإرهاب الميليشياوي المحلي وتلميع واجهاته تحت عنوان مقاومة الاحتلال. وبهذا تحقق واشنطن وإيران مبتغاهم وتنفذ غاياتهم وتغذي اقتصادهم بتصنيع وإيجاد جغرافيات قلقة أمنيا ومضطربة سياسيا، منها العراق طبعا بالإضافة إلى اليمن. أما من أين أتت هذه المسيرات لهذه الميليشيات؟ هنالك مرحلتين لحصول ميليشيات على الطائرات المسيرة. الأولى بدأت عام 2017 و18 من خلال تهريب هذه الطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى كاملة، جاءت عن طريق، وهذه طبعا معلومة وليس تحليل، جاءت عن طريق منفذ زرباطية في محافظة واسط الذي كانت تسيطر عليه ميليشيا بدر، ثم تم تمريرها من هذا المنفذ وذهبت إلى معسكر أشرف أو ما يسمى بمعسكر مجاهدي خلق سابقا في محافظة ديالة، والقسم الآخر من هنالك انتقل إلى معسكر جرف الصخر الذي يمثل مركز عمليات رئيسي متقدم لإيران. ثم تحولت هذه الحمولات من منفذ زرباطه الى الشلامشه، ايضا انتقلت الى معسكر المنامه في النجف ومعسكر نابلس في السماوه. عام 2019 بدات ارسال هذه الحمولات العسكريه على شكل اجزاء مفككه بعد ان تم انشاء معامل ومصانع لتصنيع الاجزاء البسيطه من هذه الطائرات بالاستفاده من منشآت التصنيع العسكري سابقا وبإشراف متخصصين من الحرس الثوري الإيراني. إذن لدينا هنالك ممول رئيسي وهو إيران، الشر والإرهاب تمول هذه الميليشيات ضمن المعسكرات المنتشرة في العراق. أيضا هناك حديث يعني عن مصانع أسلحة على الحدود العراقية السورية، إن صحت هذه الأحاديث فهل تكون إيران قد استطاعت نقل تصنيعها إلى هذه المنطقة، أم أن تلك المصانع لو صح وجودها طبعا لا ترقى لتصنيع مسيرات؟ المصانع الموجودة على الحدود السورية وهي بالضبط شمال القائم بحدود 45 كيلومتر، طبعا نحن متابعين لهذا الملف بدقة، هذه عبارة عن مصانع لا ترقى إلى مستوى معسكرات جرف الصخر، ولكنها لو حصلت هنالك اعطال او اجزاء بسيطه يتم تصنيعها في هذه المصانع لكي تمول ما يوجد من صواريخ واسلحه اخرى داخل الجغرافيا السوريه، وايضا تعتبر مركز ادامه متقدم بالصواريخ المنقوله من ايران عبر العراق الى سوريا. هذا التنوع سياده العميد، هذا التنوع أو التحول النوعي في إمكانيات الميليشيات في العراق الموالية لإيران، كيف ترى تأثيره على واقع صراع النفوذ بين أمريكا وإيران؟ أخي، هنالك تخادم أمريكي إيراني، ولا يوجد هنالك في الحقيقة صراع، هم يسيرون وفق مفهوم التضاد الإعلامي والتخادم الضمني بين أمريكا وإيران. لذلك نرى أمام أعين أمريكا تدرجت هذه الميليشيات في مسك الارض وتكاثرت وانشطرت وتسلحت، والى ان وصلت اليوم من يتحكم بالعراق هي الميليشيات سواء بغطاء تسليحي او قرار سياسي. فبعد ان كانت تستخدم العبوات الناسفه هذه الميليشيات وامام امريكا، انتقلت الى صواريخ الكاتيوشا لتستهدف القواعد العسكريه تتواجد فيها الامريكان، لكن هذه ضمن شروط متفق عليها بين الطرفين.
واقصد امريكا وايران، ثم تحولت اليوم الى الطائرات المسيره وهي احد انواع التنويع بالقوه. واضيف لتقريركم الكريم الذي تفضل بوجود رسائل لامريكا والكاظم والشعب، هنالك رساله مهمه جدا من استعراض هذه الطائرات لما يمتلكه الحوثي، وهي صماد 1 و2 و3 بعيده المدى اللي مدى 1500 الى 1700 كيلومتر، وهي رساله موجهه الى دول الجوار الاقليمي بان المعركه القادمه ستكون من جبهتين، جبهه الحوثي وجبهه العراق، والمقصود بالدرجه الاساسيه المملكه العربيه السعوديه. اذا الميليشيات تتغول وتتوغل أمام تغافل أمريكي وتخاذل إيراني. نعم سيادة العميد، يعني هل تقصد أن التخوفات الأمريكية من المسيرات التي يعني تسيطر عليها الميليشيات هو تخوف غير جدي؟ أكيد بالتأكيد أخي، ولذلك لو حدث هنالك رد أمريكي في ظل حكومة البايدني فسيكون خجول ولا يرقى لمستوى التهديد والهجمات. هنالك خطوط حمراء لا ينبغي بل يجب على هذه الميليشيات ان لا تتجاوزها، ولذلك راينا سقوط مسيره هنا وسقوط صاروخ كاتيوشا هنا لا ترقى الى مستوى التهديد الواضح والمحتمل والمتوقع بالنسبه للتواجد الامريكي. التواجد الامريكي مبني جاء الى العراق واحتل العراق ليس ليخرج من قبل هذه المجاميع الهجينه من هنا وهناك، بل جاء ليبقى ولكن يعطي ذريعه للمجتمع الدولي لأنه يقاوم ميليشيات إرهابية، وهذا هو ما يسمى بالتخادم الأمريكي الإيراني. نعم إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد، مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لك.